لكن لما تبقى كلمة ونص بيتقالها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. احنا بنتكلم من سنين طويلة جدا عن مشكلة بتهخنا كلنا، مشكلة النظافة والمخلفات والقمامة، مشكلة في أماكن كتيرة، وبننتقدها ان القمامة تتراكم في المنازل، ولما بنتخلص منها بتتكون في الشوارع وبنعجز عن التخلص منها. خلال الشهور اللي فاتت جات لي اتصالات ورسائل من الداخل والخارج بتقول اننا بندير موضوع القمامة غلط، والدليل اننا لما بنسافر بره ما بنشوفش هذه الظاهرة، وكل شعوب العالم توصلت لحل المشكلة دي، ومش معقول ابدا يا جماعة ان احنا في زماننا ده مش عارفين نخلي بيوتنا وشوارعنا نظيفة ومفيش فيها زبالة. رسالة جات لي من احد المواطنين في اوروبا بيقول ان القمامة في كل دول العالم ثروة، وانها بيتم التعامل معها على انها قابلة للتحويل، وان دول اوروبا كلها عاملة ما يسمى فصل المخلفات. ببساطة بيكون في اكياس قمامة متنوعة، الواحد مننا بيحط الازاز في حتة والبلاستيك في كيس والفضلات الاخرى في كيس والصفيح في كيس، وده بيسهل الفرز والتجنيب واعادة تدوير والاستفادة من المخلفات دي بالشكل اللي يخلينا نرتاح من المشكلة. كمان في ادوات ووسائل تكنولوجية بتساعد على كل ده. الاقتراحات دي شفناها خلال السنين اللي فاتت، ومع ذلك احنا لسه مش قادرين على تنفيذها، مع انها ممكن توفر لنا عائد وتقلل من حجم انفاق الاسر على النظافة. يا ترى بالفعل عندنا ارادة عشان ننفذ ده ولا لا؟ هل عندنا ارادة ان نخلي شوارعنا نظيفة ولا لا؟ الاجابة عند حضراتكم، معاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. وبكرة كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني.